الناخبون المحافظون من أصول لاتينية. أصوات الناخبين من أصول لاتينية هي الأهم في الانتخابات الأمريكية. لماذا؟ عدد كبير ممن ينحدرون من أصول لاتينية يعيشون في تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا ونيويورك. في عام 2018 تبين مع انتخابات التجديد النصفي أن الناخبين من أصول لاتينية شاركوا بالتصويت بأعداد أكبر من الانتخابات السابقة. ما هي الأسباب؟ الهجرة هي إحدى القضايا التي دفعتهم إلى ذلك، لكن التركيبة السكانية تفرض نفسها أيضاً. عام 2018 مع انتخابات التجديد النصفي تبين أن الناخبين من أصول لاتينية شاركوا بالتصويت بأعداد أكبر من الانتخابات السابقة. منذ 2010 وحتى اليوم زاد عدد الناخبين من أصول لاتينية الذين سجلوا أنفسهم كجمهوريين من نسبة 20% إلى النسبة الحالية البالغة 27%. كيف سيؤثر انتقال اللاتينيين إلى جبهة الجمهوريين على السباقات في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وتكساس صاحبة العدد الكبير من أصوات المندوبين؟ كاليفورنيا ونيويورك ولايتان ميولهما ديمقراطية وبشدة، لذا لن تتأثر بشكل ملحوظ، إلا أنه في تكساس التي تميل كثيراً نحو الجمهوريين قد يعادل هذا التحول في أصوات الناخبين من أصول لاتينية تأثير التوجهات الاعتيادية نحو الديمقراطيين، وهو ما توقعه العلماء السياسيون طوال عقود.